السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احدث اصدار من شركه هوجن في 250 ماكس 2024 اصدار متميز وممتاز جدا بل وفيه بعض التعديلات اللي هتلفت نظرك ليه قولا واحدا تعالى مع بعض الاول كده نشوف الموتور وايه الاختلافات اللي فيه وبعد كده نطلع على بيت الموتوسيكل الموتور نفس الموتور القديم ولكن فيه شويه اختلافات موتور سنجل سلندر بيستم واحد ضغط آه عالي كبس عالي يعني بنزين 92 ده افضل حاجه للموتور ده موتور نازل لك بستة غيار سكس سبيد يعني في غيار ذات الاول كان خمسة غيار زيه زي اي مطور في الفئة الشعبية لا هنا زودنا غيار سادس او ترس سادس في المطور كمان نازل مرش ومنافلة المرش حصل فيه اي مشكلة البطارية نامت اي مشكلة ميكانيكية او كهربية معايا منافلة هدور بيها تمام معايا كمان المحرك نازل على حدفتين حدفة أساسية اللي فيها البيستن أو اللي فيها دورة القائم عليها دورة تشغيل المحرك وفي حدافة تانية اسمها البالانس تيب أو حدافة الاتزان أو التوازن مهمتها برضه مهمة كبيرة لا غنى عنها في الموتوسيكلات ديت خصوصا مع الدور السادس وهي امتصاص أو تقليل الذبذبة والهزات مع السرعة العالية معانا كمان التبريد تبريد آه هواء وتبريد زيت ووضع السرابنتين اختلف وبقت افضل بكتير جدا يعني وكمان المطور على كتينة مش السياخ يبقى كتينة وحدفت اتزان ومرش ومنافلة فالمطور وستة غيار والتبريد زيت وهواء فحاجة كويسة جدا اطلع بقى سيب المطور كده وبص على الشاسيه هتلاقي الشاسيه برضو اختلف حاجات جميلة جدا برضو التانك وانسيابية التانك مع الفبر اللي اتحط فيه تمام الاضاءه اختلفت الاضاءه الليد نازل اضاءه ليد طيب هتقولي طب ما هو كده هيختلف في قطع الغيار لا اقول لك قطع الغيار تقريبا اغلبها واحد لو خدت بالك حتى في قطع الكهرباء اللي هي السيمبل البسيطة جدا مقابض الدبرياش الفرمله تمام نزل بقى بشبكه خلفيه الاول طبعا احنا عارفين كان بينزل ازاي والمقعد تقريبا كان بيبقى الواحد بس الا اذا حصل تعديل وشلت الخوذه اللي بتبقى ورا ديت الخلفيه بتاعته وحطيت انت شبكه معدله لا هنا نازل الكرسي مريح جدا الشلطة تاخد اتنين مرتاحين وشبكه خلفيه لو هتشتغل بيه تمام اشارات ليد فانوس خلف ليد فانوس امامي ليد اتنين فوانيس شبوره زياده نازلك فرامل باكم امامي وخلفي وطبعا فتحة شوكمان واحدة ولكن الشكمان جاي من ورا وطالع بفتحتين دبل تمام ونزل لك كمان انجن جارد كويس جدا مع صدام امامي ودلاية صاج حماية الشكمان جنوط سبور الومنيوم امامي وخلفي برمق اتنين مساعد مقلوب امامي طبعا زيادة في الاتزان والتوازن والاهتزازات مع السرعة في الجادون وتقل وثبات طبعا احسن مساعد واحد خلفي ورا طبعا هيديك مرونه وانسيابيه افضل في المطبات تمام شكل التانك وشكل الموتوسيكل بقى اجمل بكتير جدا 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 يعني لو خدت بالك انسيابيه كل حاجه وكل تفصيله لوحدها هتلاقيها فعلا برنس اللي صمم طبعا انجن الجرد نازل معاه جزء فوانيس الشبور اللي انا عليهم مع الفانوس الليد الامامي اشارات ليد هتلاقي الحياه معاك فوق الممتاز يبقى الاضاءه بتاعته مش محتاجه تعديلات لا يبقى انت كده واخد الموتوسيكل معدل شوف من اللي انت محتاجه الاضاءه ورا وقدام اللي انت محتاجها نازل له الطرابه يعني انا مش هدور على طرابه ولا الكلام ده لا هو نازل بكل الامكانيات والكماليات حتى نظام الفرمله ديسك امامي وخلفي باكم امامي وخلفي اله الجر المقصات الدواسات في المقصات نفس النظام القديم مش في مش في الموتور تمام الإنجن جارد الناس اللي كانت تقول لك لا بلاش دلوقتي نازل لك جميع إمكانياته. نفس الموضوع هتلاقي العداد الصغير وعندي حنفية بنزين في التنك. عادة واحتياطي وقفل. تمام؟ كل برضو التعديلات اللي في دماغك ممكن تتعمل لو عايز تعدل أي حاجة. تمام؟ فأنت عندك كده الموتوسيكل ما شاء الله كإمكانيات حاجة مكتملة شكل فخامة مساعدين شاسيه تانك حتى كمان حجم التانك 18 لتر بنزين فوق الممتاز جدا معاك 3 لتر احتياطي المستخدم منها 2 لتر فشيء جميل جدا طول الموتوسيكل 2 متر و5 سنتي ارتفاع المت... الموتوسيكل 1 متر و8 سنتي ارتفاع المقعد 85 سنتي يعني حاجة جميلة جدا طبعا لسه ما ركبناهوش كفاءته على الطريق ولكن وزن الموتوسيكل 140 كيلو تقريبا صافي بدون اضافات بدون سوائل وزنه كويس جدا ثباته هيديك ثبات ممتاز لان الجنوط امامي وخلفي 17 مع المساعد المقلوب مع وزن الموتوسيكل هيدي ثبات اكتر على الطريق الحمولة القصوى بتاعته 150 كيلو يعني فرضين طيب يعني ممكن استخدمه في الشغل ده طبعا ممكن اقول تستخدمه في الشغل اه لان ما شاء الله الحديد بتاعته كويسه الانجن جارد مع الشبكه الخلفيه آه امكانياته حلوه يعني القديم كنا بنعمل له اه تعديلات عشان نشتغل لا دلوقتي انت مش محتاج تعديلات ولا اي حاجه يعني حاجه ممكن تشتغل بيها تستخدمها كسفر برده آه برضو شكلها كويس ممكن مواصلات حاجه كويسه جدا هم بس يعني لو ربنا يهديهم كده ويعدلوا كمان رفرف امامي ويكون ستانلس مش استانلس اللون لا انا اقصد ان هو صاج ولكن يكون نفس اللون بلاش الفبر يعني هيبقى كويس جدا تمام اعتقد هو ده بس اللي محتاجاه ولو الشلته بتاعته تطول شويه لورا اي نعم هتاثر في المنظر ولكن يعني احنا كمصريين لنا امكانيات مختلفه شويه اعتقد ان هو كتحفه كده ممتاز جدا طبعا برده زي ما قلنا المره اللي فاتت احنا كده في انتظار حاجتين التجربة الفعلية على الطريق ثم اعلان السعر النهائي للتحفة اللي قدامنا ديت وبرضو لو في اي تعديلات ان شاء الله مستنيين تعليقاتكم باذن الله طبعا حملة كبيرة حملة صغيرة الموتوسيكل ما شاء الله هو كده فوق الممتاز احنا بس ان شاء الله نطلع نجربه ونشوف السعر النهائي دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اي استفسار تحت